العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي. والحقيقه احنا بنحييك يا سياده العميد على الاداء الرائع والاداء الرائع في تنظيم الجماهير الحقيقه، وحاجه كانت رائعه. يعني انا كلمني كتير جدا ما بين قبل ما نطلع على الهواء، الناس كانت مبسوطه جدا من التنظيم داخل الملعب وخارج الملعب، حاجه محترمه جدا تليق باسم النادي الاهلي والاداره التنفيذيه ومجلس اداره النادي الاهلي. كابتن شريف، كابتن اسلام، مساء الخير، ويعني تحياتي لكل ضيوفك الكرام. يعني احنا بنهني اولا بنهني جمهورنا، بنهني اجهزه الامن المصريه، وبنهني استاذ وزير الشباب والرياضه، يعني بنهني انفسنا. ده كان يعني احنا عانينا كتير جدا عشان يوم زي ده، برضه الحمد لله رب العالمين، يعني ربنا اكرمنا بالفوز، وان شاء الله باذن الله يكرمنا في مباراه الذهاب ان شاء الله. الاياب لكن الاهم مباراه الاياب، ولكن الاهم كان الشكل اللي احنا كلنا شفناه. هي دي مصر، هي دي جماهير النادي الاهلي اللي احنا راهننا عليها، هي دي المنظومه ما بتكتمل. والاستاذ وزير الشباب والرياضه النهارده موجود، مجلس اداره النادي الاهلي كابتن الخطيب رئيس النادي، يعني هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، اجهزه الامن، الجمهور، هي دي المنظومه، دي عناصر المنظومه. كابتن محمود الخطيب بذل اقصى جهد، ويوجه الشكر النهارده للاستاذ وزير، ويوجه الشكر للاستاذ وزير الداخليه واجهزه الامن المصريه. وطبعا لازم بقى نوجه الشكر لشبابنا وجماهيرنا اللي كانوا منورين الملاعب النهارده، ويعني هو ده بقى العرس الحقيقي للكره المصريه. وان شاء الله انتصار وبطوله افريقيا ان شاء الله ان شاء الله يرجع بتواجد الجماهير معانا بالشكل ده. يعني من الدقيقه الاولى للدقيقه الاخيره يا سياده العميد، تشجيع رائع الحقيقه من الجمهور، وتحفيز رائع للاعبين، وهو ده اللي حضرتك طالبت بيه قبل بدايه اللقاء. بس هي مش من الدقيقه الاولى بس، لا انت خلي بالك الموضوع من اول لما بتنزل التذاكر على السيستم مع تذكرتي عشان تتحجز، الجمهور بيخش يحجز ازاي النهارده، الناس وهي جايه تخش المدرجات ازاي، الامن وهو مستلم الملعب، الامن الاداري، الشرطه الافريقيه، دي منظومه كامله بتتعاون مع بعضيها عشان خاطر في الاخر نشوف ده، في مجهود بيبذل عشان خاطر في الاخر نشوف ده، سواء مجهود من الجمهور نفسه اللي بيجي من كل حته عشان يحضر الماتش، او بيعاني عشان يحجز التذكره بتاعته، الامن اللي موجود الممثل فيه وزاره الداخليه ومديريه امن القاهره طبعا بنشكرهم جدا بوجودهم ازاي عشان خاطر يستقبلوا الجمهور، الامن الاداري، الكود، بس منظومه، ما فيش حد يشتغل لوحده. النادي الاهلي كابتن الخطيب كان اخذ على عاتقه ومد ايده لكل الناس، اشترك كل بلسان عشان خاطر فعلا النهارده هو ده النجاح النهارده. الكود طبعا ده فني هتبقوا تتكلموا فيه، ولكن احنا بنتكلم بقى على يعني العوامل المساعده للمنظومه. تمام، الحمد لله رب العالمين، ربنا اكرمنا، وده دوركم الفتره اللي جايه ازاي المنظومه كلها، عناصر المنظومه متكامله مع بعضيها، سواء الدوله بتعمل عليها، الاجهزه الامن بتعمل عليها، اداره النادي بتعمل عليها، وفي الاخر الجمهور هو اللي بيكمل هذه المنظومه، فالحمد لله رب العالمين. اعتقد ان بعد نجاح ماتشين الحقيقه سواء الزمالك والترجي او النهارده الحقيقه الاهلي وصن داونز، في والاهلي اكتر الحقيقه لانه الجمهور الاكبر وكل شيء، ولكن اعتقد ان ده قد تكون بدايه يا فندم لعوده الجمهور حتى في المباريات المحليه ان شاء الله. شوف احنا بقى لنا يعني فتره كده بنركز، طول ما هتحترم اللوائح هتلتزم بالقوانين، كل ما هتلاقي هيبقى في يعني الناس بتمد ايديها بالمساعده، كل ما جماهيرنا هتلتزم باللوائح زي ما مجلس اداره كابتن محمود الخطيب بيلتزم اللوائح، طول ما انت متمسك بالاخلاق هي دي رسالتك ودي رساله النادي الاهلي ودي رساله رئيس النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب للناس كلها، اتمسك باللوائح، اتمسك بالقوانين، اتمسك بالاهلي، جمهور النادي الاهلي جمهور كبير لو سمحت، هو ده اللي احنا عايزينه النهارده، بيخليك تبقى كاداره واقف على ارض صلبه، اما بتيجي تتعاون مع الامن او بتطلب منه الامن النهارده المخاوف اللي عنده بيتغاضى عنها في اطار اللي فيه التزام. كل ما هيبقى في التزام كل ما هتلاقي الامور واحده واحده بترجع. النهارده السيد الوزير مشكورا وهو خارج قال احنا عايزين الفتره اللي جايه نشوف المرحله الجايه هتبقى ماشيه ازاي، ففي تعاون، منظومه فيها تعاون، لازم شبابنا يبقوا عارفين كده، انت عشان تخش تقعد في المدرج وتشجع النهارده ونوصل للنتيجه اللي احنا فيها دي، في ناس ما بتنامش عشان خاطر حضرتك تبقى موجود، في ناس راهنت بمستقبلها وبحياتها عشان خاطر حضرتك تبقى موجود، زي ما انت بتعاني احنا برضو القائمين عشان تبقى موجود هنا بيعاني. لازم دي رسالتكم الفتره اللي جايه في الاسلام، وهرجع اقول تاني مفيش حد لوحده واقف يشتغل لوحده، النادي الاهلي اتعلمنا كده وتربينا كده، لازم تيم ورك كامل، كل الناس بتشتغل النهارده، انا يعني لازم نشكر كل الناس اللي اشتغلت النهارده، لازم نشكر كل جماهيرنا، الاسر اللي جت النهارده، كبير وصغير وشاب، كل الناس كانت جايه على كافه المستويات بتاعت النادي الاهلي الحمد لله رب العالمين. والاهم بقى شكل بلدنا عامل ازاي النهارده، يعني بقى لنا فتره كبيره جدا 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 ما شفناش الاستاد القاهره بالجمال ده. فنتمنى نتمسك يعني نمسك بقى في الموضوع ده كويس ونبني عليه الفتره اللي جايه، اخلاق، التزام بلوائح، عدم الخروج عن النص، هو ده اللي هيوصلنا للفوز والبطوله والمكسب ان شاء الله.
يعني انا بحيي حضرتك يا فندم ممثلا للاداره التنفيذيه وطبعا مجلس اداره النادي الاهلي، لانه اعتقد ان في النهايه كان لكم دور كبير جدا جدا في خروج هذه المنظومه بهذا الشكل او هذه المباراه بهذا الشكل، طبعا مع سياده وزير الشباب والرياضه ووزاره الداخليه ممثله في مديريه امن القاهره. الحقيقه بنشكرهم شكر كبير جدا جدا على هذا التنظيم الرائع، لان الحقيقه الكل مبسوط سواء من قبل التنظيم ما قبل المباراه او ما بعد نهايه هذه المباراه. فانا بشكر حضرتك جدا يا فندم.